ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من الغوطة الشرقية المتحدث باسم حركة أحرار الشام منذر فارس. أهلا بك سيد منذر. بداية، ما هي الأسباب التي دفعت حركة أحرار الشام لإعلان معركة، لأنهم ظلموا في ظل اتفاق تخفيف التصعيد؟ لا أسمع جيدا. سأعيد السؤال سيد منذر، ما هي الأسباب التي دفعت تفضل. حركة أحرار الشام لإعلان معركة، لأنهم ظلموا في ظل اتفاق تخفيف التصعيد؟ هذه معركة كانت لأن وصلتنا معلومات عن نية النظام بالهجوم من إدارة المركبات باتجاه الغوطة الشرقية باتجاه أوج الشيفونية لفصل الغوطة وقسمها قسمين. فكانت هناك حشود لقوات النظام وميليشيات من حزب الله وغيرها في إدارة المركبات ومحيط حرستا أيضا، كما ان هناك حالات قنص وتفجير ابنيه متكرره وقصف يومي بجميع الاسلحه من طيران حربي والمدفعيه، كما ان هناك كان مجازر خلال الايام الماضيه قبل بدء المعركه واستخدم النظام فيها صواريخ النابالم في حرستا. ايضا الحصار المستمر من قبل النظام على الغوطه الشرقيه منذ ما يقارب ال5 سنوات واحكام هذا الحصار بشكل كامل خاصه بعد توقيع اتفاقيات خفض التصعيد. فعدم التزام النظام باتفاقية خفض التصعيد وخرقه لها هو وميليشياته المساعدة له اضطرت حركة أحرار الشام مع بقية طيب الفصائل سيد الأخوار منذر، الغوطة نعم، جميعا ما هي النتائج التي حققتها المعركة حتى الآن، وهل ستستمر؟ كرر السؤال لو سمحتي. ما النتائج التي حققتها المعركة حتى الآن، وهل ستستمر؟ المعركة حققت نتائج كبيرة لله الحمد، طبعا لا نستطيع الإفصاح عن تفاصيلها بدقة لأن العمل لا زال مستمرا وحفاظا على سلامة الثوار في المنطقة. تمت السيطرة على مبنى القيادة العامة لإدارة المركبات واغتنام الكثير من الأسلحة والذخائر، وقبل قليل قبل أن يكون هذا اللقاء معكم تمت اغتنام أسلحة متوسطة من النظام. تم قتل اللواء عماد خاشقي وبعض الرتب العسكرية طيب والكثير من سيد منذر، العناصر من قوات نعم، النظام. أحرار الشام طالبت عبر بيان لها فصائل الغوطة الشرقية بالوقوف معها، هل استجابت الفصائل خصوصا جيش الإسلام الفصيل الأبرز في الغوطة؟ لا زلنا نكرر مطالبتنا باشتراك الفصائل معنا في هذه المعركة. استجاب الآن قبل قليل وقبل لحظات فيلق الرحمن لهذا النداء، جزاهم الله خيرا. وستبدأ المعركة أشرس بإذن الله سبحانه وتعالى على النظام. ننتظر من جيش الإسلام أن يلبي هذا النداء بإذن الله سبحانه وتعالى ونأمل منه ذلك، وهذا حال أهلنا في الغوطة وفصائل الغوطة أنهم لا يتوانون عن أشكرك مساعدة جزيلا إخوانهم الشكر ومؤازرتي. المتحدث باسم حركة أحرار الشام منذر فارس، كنت معي من الغوطة الشرقية.